ومداهمة خطيرة هذه في جمهورية بقوليستان لكمية معتبرة من العدس. شحال قال اخوتي؟ 20 شكارة ولا 200 شكارة؟ واش 200 شكارة ديال الكوكايين ولا 200 شكارة ديال الحشيش ولا 200 شكارة غير ديال العدس واللوبيا اللي كنعرفو حنايا؟ واش غير قاطاني ولا مخدرات اللي دايرين عليهم هاد الهيلاله كامله؟ واش 200 شكاره ديال العدس كتستاهل ديروها في الاخبار الرئيسيه ديال القنوات ديالكم والتدخل ديال الدارك من الفوق؟ اهلا وسهلا بالمهبطين الكرام. حلقه اليوم فيها اعلان الجزائر على الحرب على اللوبيا والعدس والقطاني. الجزائر قال لك ستغزو أسواق العالم بالمنتوجات الممنتجة. مساهمة الصينيين مستمرة في توليد الجيران. المصالحة مع الاستيراد. وسنختمها بفوز القجاع وبالماضي. ولكن قبل هادشي كامل وقبل هاد المواضيع كاملة، فهمونا كيفاش هاد القضية ديال 200 شكارة عدس الله يرحم الوالدين. تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالمواد رئيس من توقيف 5 شاحنات على متنها مواد غذائية بدون فواتير. جاءت القضية إثناء معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسمار، مفادها وجود 5 شاحنات محملة بمواد غذائية وذلك على الساعة 4 صباحا. ما تركزوش مع الحالة الكارثية ديال الشاحنات، راه داكشي عندهم هو أحسن ما كاين في شاحنات النقل ديال المنتوجات الغذائيه. داكشي علاش كنلقاو القاطاني عندهم فيها شلغوم العيد دائما. ولكن ركزوا معايا ان الدرك وفرقه الامن والمخابرات يمكن حتى هما كلشي داخل على الخط لتوقيف شاحنه صغيره فيها العدس واللوبيا دون فواتير. يعني انجاز جبار في محاربه الجريمه ما سبقهم ليه حتى شي واحد في العالم. عطيوني دوله واحده كتبع العدس واللوبيا بالكاميرات والمخابرات والدرك والامن والشرطه باش في الاخر شنو هي التهمه؟ التهمه قال لك ما عندهمش الفواتير. يعني زعما بالعربيه راه قال لك حنا حاضرين للمضاربه. الا كان الخبر حقيقي بين قوسين ماشي دحدوحي، يقدروا هذوك الشيافر يتعدموا ولا يتضربوا بشي 30 سنه في السجن حيت شراو العدس بلا فاتور. ولكن كما العاده مع الفار ديال حاجم المرابط لاحظنا واحد التسلل كبير بزاف. رجل الدرك قال في التصريح ديالو على ان القاء القبض عليهم كان مع الفجر. ولا رجعتوا للفيديو الاول اللي كيسول فيه السائق على كميه ديال العدس اللي عندهم وشحال من الشكر عندهم، غتعرفوا ان الشمس طالعه في الفيديو. يعني تصور يا اما في الصباح مع ديك العشرة ولا الحداش ولا في العشيه، ماشي في الفجر كما يدعي الدرك. يعني القضيه دحدوحيه. دابا المخابرات والدرك والاعلام والمسرحيات الدحدوحيه ديالكم، وفي الاخر حاتم غير بالفار ديالو ضرب لكم كل شيء في الزيرو. المهم على كل من افريقيا واوروبا ان تشكر الجزائر. لولا الجزائر لوصل العدس الجزائري الى اوروبا وافريقيا بدون فاتوره. ما تكون غير الزوجه ديال شي جنرال مشات لشي محل تشري العديسه ولقاته بلا فاتوره وبيعات به، وبقاو تابعينه شي 3 شهور ولا 6 شهور وهما تيراقبوا بالكاميرات وتمكنوا من حجز 200 شكاره ديال العدس. صحاب المحلات والهريات في المغرب عندكم الزهر، اما كون كنتو هوك كون راه شدوكم لحوزتكم على 500 شكاره ديال العدس يا جدك. يعني اهم التوجيهات التي قدمتموها للطاقم يعني المرافقين ديالكم في المبتكر لهذه الاجهزه فيما يخص اجال تصميم وانتاج والتصوير. الفعاليه تتطلب تحديد الزمن، وهذا ما طلبت منهم ان يحددوا الزمن. واش هادوك التليفونات اللي محطوطين تما واش كيتشارجا ولا علاش حاطينهم تما يوم ملصقينهم تما للوزير؟ وما تقولوش لينا القوه الضاربه والبترول والغاز وما عندكمش حتى فين تسجلوا الصوت. على الصحافه ديالكم ما عندهاش الميكروفونات وما عندهاش المسجلات ديال الصوت، وبان ليا كيشارجيوهم تما واقيلا. اما كلام ما يسمى بوزير التعليم العالي، الله يخليك الوزير التعليم العالي هذا راه وزير التعليم العالي وزير معايا. شوفوا كيفاش كيتلاتم وكيفاش كيهضر. قال لك طلبت منهم تحديد الزمن. بان ليا نتوما في الزمن، بان ليا في الزمن الطباشيري، هذه متاكد منه. وهو البحث عن الزبائن والبحث عن الشركاء الذين سيصنعون هذه المنتوجات ويسوقونها فيما بعد حتى تصبح
قيمة جديدة اقتصادية واجتماعية. حضرات السادة الأفاضل، نهارنا عسل، الفنكوش مثل على شوية. الوزير عاود تاني كان غيقول لهم البحث عن الزمان ساعة ويفراني. دابا ركزوا في الكلام ديالو. الزبائن والشركاء سيصنعون المنتوجات وسيسوقونها. انا اول مرة تنعرف انه الزبون هو اللي كيصنع المنتوج ومن بعد هو اللي خاصو يشريه. ودائما تذكروا معايا ان هادو راه النخبة ديال النخبة ديال دولة بقوا لسان. هذا راه وزير التعليم العالي الله يخليك، ما تفرقش بين شكون هو الزبون وشكون هو المصنع ولا التاجر. وهاد المنتوجات بطبيعة الحال منتوجات فنكوشية، لان الجزائر لا تصنع شيئا من غير الكذب والارهاب. نهارنا عسل، الفنكوش وصل. هي منتوجات مبتكرة، وبالتالي هذه منتوجات جديدة تأتي لتحسن من المنتوجات الحالية ومن الوضع الحالي. حضرات السادة الأفاضل، معنا عسل، الفنكوش وصل. قلت لكم الناس راه في الزمن الطباشيري. المنتوجات الجديدة تأتي لتحسن من المنتوجات القديمة ومن الوضع الحالي. واش حنا فهمنا بدل شنو هي المنتوجات هي الأول باش نفهموا شنو هما المنتوجات القديمه؟ وبلا ما تسناوني خوتي المهبطين نشرح لكم بالعمى واش فهمت شي حاجه من هذا الوزير ديال الفنكوش ولا اش بغيت. لدى الجزائر ليديان في كلمته ان العمل السلس الذي قام به الفريق الطبي الصيني في الجزائر يعكس تماما الثقه المتبادله والصداقه المخلصه بين الشعبين. وبفضل اسلوب عملهم الدؤوب ومهاراتهم الطبيه الرائعه فقد نجحوا في ذلك، وقد حظي هذا الامر بتقدير كبير وتاكيد كامل من قبل الحكومه والشعب الجزائري. 累计诊治患者2700多万人次，接生了207万，获得新生。باقي الشينوا يثبتون على انهم سبب في توليد اكثر من 2 مليون صيني في الجزائر. ومسكين هذاك الشيخ شميسو كان كلشي كيهاجمو وخا هو راه كان تيقول كلام الحق. والرئيس الصيني اكد الكلام ديالو، واليوم حتى وزير الصحه الجزائري اون بيرسون كيأكد الكلام ديالو. يعني وزير ديال الحكومة كيأكد أن الشينوا فعالين في الولادة في الجزائر وتعاونوهم بزاف. ما تكونش هادي خطة من الجزائر لتحسين النسل ديالها وتفوتنا في التكنولوجيا من بعد؟ وما تقولهوش ليا ما عرفتوش وزير الصحة الجزائري اللي كرم هاد الصينيين وفرح بهم ودار لهم الحفلة. يا مدام سيبا خلاص ما كانش إيبولا. ما كيف كان إيبولا في الجزائر؟ الجزائر مستقلة عندها إيبولا. تماما، هو صاحب العبارة التاريخية الجزائر مستقلة ما تدخلهاش إيبولا. داكشي علاش اخوتي المغاربة اما كاين غير التهبيط بلا ما تحاولوا تقنعوهم ولا تشرحوا لهم. شوفوا غير مستوى الوزراء ديالهم كيدير. هبط الجراروي واخا ما تكونش عارف علاش، هو راه عارف ديال فيه مقاربة اليوم اقتصادية. احنا ما نقدرش نعيش بدون استيراد. الاستيراد هو وضع اقتصادي ومعطى متعامل به في كل دول العالم، خاصة في المواد اللي نسحقوها. لكن هذا الاستيراد ما لازمش يبقى كثقافة وكعقيدة عند المستوردين. احنا رانا نرافقوا في هذا الاقتصاد او في هذه العملية ببعث الاستثمار واطلاق مشاريع استثمارية حتى تكون عندنا الوفرة ويبقى الاستيراد موجود. احنا ما الاستيراد ماهوش طابوهات اذا كان يخدم الانتاج الوطني والاقتصاد الوطني. لكن الهدف تاعنا منه هو اننا نحاول ان في كل مرة أن عندما نقدر نصنع شيء في الجزائر وندعم ونخلق ثروة ونخلق مناصب شغل، لما لا ما نخلقهاش في بلادنا. هذا هو الهدف نتاعنا من تعطير، خاصة بعد ترسيب السيد رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للاستيراد. هذا هو الهدف نتاعو، أننا نرافق كل ما يجب أن نستورده. لكن في الكثير من الأحيان نوجه الأموال لتحول الاستيراد تحول إلى الإنتاج الوطني. إيه على ميكروفون كي مقلق والدبيز مورا الوزير ومع الحرس الخاص ديالو لاصقين فيه من اللور والصعد والعرق والروائح. وفي الاخر هذا الوزير كون غير كان تيقول شي حاجه ما تيقول حتى شي جمله مفيده. راه بحال والو مورا هذا اللقاء الصحفي، بحال والو تكون عندكم شي حالات ديال الحمل من كثره هذاك الدبيز والتزاحم. المهم كخلاصه باش ما نطولش عليكم، قال لكم الرئيس دار واحد المجلس الاعلى. ولا لا، ماشي المجلس الاعلى ديال الامن، هذاك راه بوحدو، هذا مجلس اعلى ديال الاستيراد. يعني كاين مجلس عادي ديال الاستيراد وهذا المجلس الاعلى اللي من فوقه. المهمة ديالو كما هو معروف في سياسة كدبون هو منع الاستيراد للحفاظ على ما تبقى من احتياطي العملة الصعبة في الجزائر.
الزرار وبنتو ليا حالين فمكم ما فهمتو والو هادشي من الاحتياط العمله وداكشي كامل انا نبسطها لكم. يعني كذبون مستمر في تزيار السنتوره يا جد والندره مستمره معاكم الى الابد. لي كونتر بالماضي باينين في لي باج فيسبوك ولا في لي روزو سوسيو باينين حنا ما عندناش لي باج نجي نخدموا ونقدروا لوحدنا نقدروا. السلام عليكم خويا. هذا ما كاع جي با دو جي جامي دي كو جو ميتي تو موند دون ميم ساك. كاين 7 ولا 8 ربي يهديهم وربي يديهم. بالله عليكم هذا مدرب المنتخب الوطني ديال دولة من قبل كان يحرض على العنف والإرهاب ضد قسامة في المطار ودابا كيتمنى صحفيين جزائريين الموت. وفي لائحة هذوك 8 اللي كيهاجموا بالماضي اللي هضر عليهم كاين واحد كنعرفو مزيان تماما حفيظ الدراجي المعروف بالدراجي كواتشو. دائما كينتقد وكيهاجم بالماضي هو الاول وغيكون هو الاول اللي كيتمنى ليه الموت بالماضي. بالمناسبه الدراجي كواتشو راه ما عطلوش وراه اليوم دار عليه مقال وهاجم عاوتاني من بارتي مونستاف كافيتي عنابا عنابا دو توت مانيير اون ا با شوا لو ستاد اي تي لوكاليزي لابا بو امبورت ليتا دون لوكال اي لي با دون اي با اي لي با كوم او موا دو جوان سا سي سور اي سارتان اي لي با دون لو ميور ايتا كون لوري سويتي بو ان ماتش انترناسيونال. De toute manière, est-ce qu'il y a un stade en Algérie aujourd'hui qui est dans cet état-là ? Donc il n'y a aucun stade, que ce soit Barraki, que ce soit Oran. الجرار والضعفاء في بلادهم الجزائر الضعيفة ما تفرحوش بزاف. يلا افتتحوا ملعبين منهم هذاك الملعب ديال خرباقي مرتديلا اللي سماوه بنيلسون مانديلا في الاخر جنوب افريقيا زلقاتهم في البريكس وزلقاتهم حتى في الكاف تماما. خرباقي مرتديلا الذي بني بسواعد الصينيين لمدة 16 سنة وحتى هما ساهموا في داكشي اللي كيديروا الشينوا في الجزائر. ها هو قال لك ملعب غير صالح للعب. وفينا هي الملاعب العالميه وفينا هو التعنطيز ديالكم الخاوي وفينا هو كذبوا اللي قال لهم بغينا اوروبا تجي دير عندنا مسابقه في الجزائر وفينا هو داك التعنطيز ديال حنا غادي ندخلوا لكاس افريقيا وغنضموا كاس افريقيا حنا خير من المغرب. وسيروا قلبوا على المنتخب الاول بعدا يلعب في شي تيران بعدا هو الاول في القوه الهاربه والمضحكه باسكو لو سونتر دو سيدي موسى ني با n'est pas adapté pour ce stage-là, les terrains ne sont pas prêts pour recevoir l'équipe nationale A, donc on est obligé de trouver une autre solution. Mais quel est le responsable exactement, coach ? À la banque, le Wadid Hamid Mousouli, à tout, à des blagues, à quoi le Nathalie, c'est qui exactement le responsable ? بالماضي بالمناسبه ما جاوبش على هذا السؤال هذا وخلاهم تما بلاكا وما احترمهمش. وانا غادي نجاوبكم حيت نتوما عزاز عليا وكتفوجوا علينا وكتضحكونا غنجاوبكم شكون هو المسؤول. راه ساهل راه كتعرفوه مزيان. قال لك اودي حنا مشينا ودمرنا العشب نتاع البليده تماما. فوزي القجاع دخل عاوتاني للجزائر بحال العام الفايت والعام اللي قبل منه وخرب لكم العشب ديال خرباقي مرتدي اللو ديال البليده وديال العنابه ديال كل الملاعب باش يربحكم في الكاس. هذه خطه ومقصوده من المخزن والمغرب هو المسؤول ودايرين لهم هبل تربح. زعما منيتهم كيسولوا على شكون هو المسؤول. زعما نتوما ما عارفين شكون هو المسؤول عن تجهيز الملاعب في الجزائر. ونهار تعرفوا علاش كيشدوا اصلا شاحنات ديال العدس واللوبيا غتعرفوا الاخرى. بالمناسبه اليوم اخر اجل للتسجيل والترشيح لرئاسه الكاف وباقي ما تزاد على دوك ثلاثه الارانب اللي شلنا في حلقه سابقه حتى شي واحد. كلشي مخلوع وكلشي خايف من فوزي القجع. يا ربي ينجح ابو الخفافيش ثم قولوا امين. شكرا على التشجيع شكرا على الدعم ديالكم. كان معكم حاتم المرابط. السلام عليكم.